تونس، حيث شهدت مدينة صفاقس أمس إضرابا في مؤسسات القطاع الخاص بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل ردا على ما وصفه بعدم التزام الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية باستئناف المفاوضات الاجتماعية لزيادة الأجور. وشمل الإضراب 174 مؤسسة خاصة بالولاية حسب بيان النقابة الذي وصف التحرك بأنه دفاع عن حقوق العمال في القطاع الخاص. وتجمع آلاف العمال من المشاركين في الإضراب في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمدينة للمطالبة برفع أجورهم. بخصوص هذا الموضوع نتابع توضيحات الخبير الاقتصادي من تونس جمال الدين العويديدي متحدثا للزملاء في إذاعة ميديا. حسب اعتقادي قرار البرلمان الأوروبي اللي نص فيه حتى على اتحاد الشغل يعني على أساس أنه لابد من التحاور معه، لربما أعطى يعني الضوء الأخضر للتصعيد مع رئاسة الجمهورية. بكل الأحوال هو نص على اسم المنظمة الشغيلة بالاسم وحث رئيس الجمهورية باش يفتح معناها النقاش مع المنظمة هذه ومع غيرها من المنظمات الأخرين، ولكن اللي ذكرها بالاسم هي المنظمة الشغيلة. يوم بعد صدور هذا القرار شفنا أنه هناك تصعيد معناها حتى من النقابة على أساس أنه ربما عندهم حماية ربما خارجية أو داخلية من نوع هذا. أحسن حل هو أن يصير يعني تقارب وتوافق على أساس أنه يصير نقاشات يعني جدية ومعمقة وتكون يعني صريحة بين الطرفين حتى نتفادى معناها مزيد من التصعيد في البلاد، وتونس يعني ليست في حاجة لتصعيد في الوقت الحاضر. أمس سيد الأمين العام لاتحاد الشغل في نوربين تابوبي اتقابل مع رئيس الحكومة وكان يعني فيه معناها نبرة متاع تفاؤلية على أساس حس أنه فيه يعني جدية في التعامل مع الملف هذا، وكنا نتوقع بدون تصعيد، ولكن إذا كان ثم اليوم تصعيد أكيد أنه ربما صار بعض التصريحات أن الوضع الاقتصادي في الوقت الحاضر لا يسمح لنا بتطبيق الاتفاقيات، لذلك ربما أنه يساعد للتحضير لنقاشات قادمة ربما تكون أصعب من المتوقع.